آخر مشاهدينا الكرام طبعا عن الحريق الضخم اللي حدث في أقدم متاحف البرازيل، ويمكن كانت بتجرى تجهيزات للاحتفال بمرور 200 سنة على تدشين المتحف الوطني بالبرازيل واللي بيقع في ريو دي جانيرو. اندلع حريق هائل في المتحف امبارح، ومن المرجح حتى الآن أن النيران أتت على محتوياته بالكامل، وبتصل هذه المحتويات إلى 20 مليون قطعة أثرية وفنية. الحقيقة أنه المتحف مش قاصر فقط على صلاة العرض، ولكن بيضم مؤسسة أبحاث وأنشطة علمية وبحثية مختلفة. يمكن أيضا كان أو داخل هذا أو ما يهمنا أنه داخل هذا المتحف طبعا هناك بعض المقتنيات الأثرية المصرية، ويمكن كانت في هذا الإطار قالت وزارة الآثار المصرية أنه أثر الحريق المروع اللي داهم متحف البرازيل القومي في ريو دي جانيرو. كانت خطابة وزارة الآثار وزارة الخارجية المصرية وأفادتها بتقرير مفصل وعاجل عن حالة الآثار المصرية اللي موجودة في المتحف خاصة بعد الحريق اللي تعرض له.